شكون اللي كيحط استراتيجية ديال التكوين؟ واش الطالب ولا الدولة؟ القطاع الدولة هو اللي عارف الإكراهات، هو اللي عارف شنو هما الحاجيات ديال المواطن، هو اللي عنده الرؤية عرضانية كاملة كيشوف كل شيء. والطالب شنو يمكن الطالب يمكن يكون عنصر في التحول ويعاوننا بأفكار، ولكن ما يمكنلوش يفرض التوجه اللي بغى هو، لأن الدولة عندها تاريخ كيحاسبها. اليوم عندنا إكراه ديال المواطنات والمواطنين اللي خصنا نعالجوهم، خاصني نكون عندي خريطة ديال الحاجيات